الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات هي وسيلة الشهادة، والشهادة طبعا بنسمع عنها كتير جدا، مسألة شهادة الشهود. يقول لك شهادة الشهود، تعريف الشهادة ببساطة هي إخبار شخص عن الغير أو عن وقعة عن الغير أو وقعة متعلقة بالغير. يعني الإقرار زي ما شفناه من شوية، الإقرار بتقر على نفسك، أنا عملت، أنا سويت، أنا ارتكبت، أنا اقتربت، أنا سددت، وهكذا. أما في الشهادة فأنت تقر على غيرك أو تشهد أو تخبر عن واقعة عن الغير. وفي الشهادة لا بد من شروط معتبرة فقها ونظاما في الشاهد، إن الشاهد لا بد أن يكون عاقل مميز مبصر عالم بما يشهد به، بالغ حر مسلم عدل يقظ غير متهم في شهادته أو محدود في إيه في قذف. هذه هي شروط معتبرة في الشاهد، ويؤدي دائما الشاهد الشهادة بلفظ أشهد، أشهد بأنه حبس أمامي كذا وكذا وكذا، ويروي التفاصيل إيه كاملة. طيب أحيانا بنسمع في المحاكم يقول لك والله الشاهد لا بد أنه يقسم يمين قبل أن يشهد، يقول والله العظيم أقول الحق، أو أقسم بالله أن ما أرويه هو الحق وليس غيره، أنني جاد في شهادتي، أو أنني فعلا رأيت هذه الواقعة بالتفاصيل اللي أنا ذكرتها. يعني هناك يمين، متى يلجأ القاضي إلى اليمين؟ وهل اليمين ده إجباري؟ إنه لابد أنه يقسم اليمين أم لا؟ يقول والله إنه في مسألة اليمين أو في تحليف الشاهد، الأصل في المسألة إنه لا يقسم الشاهد، لكن درجة جرت العادة على مسألة اليمين. طب جت منين اليمين؟ أدي اليمين أتت من إنه عندما يشك القاضي في عدالة هذا الشاهد يطلب أمرين. الأمر الأول هو أن يقسم الشاهد أو أن يتم تحليف الشاهد، وذلك لتخويفه بعظم اليمين اللي هيقدم عليها وبعظم الشهادة اللي هيقدم عليها، وإن هي لو كانت شهادة زور وإن هذا اليمين كان يمين باطل طبعا هيكون هيغمس في النار بهذا اليمين، فبتكون وسيلة من تخويف الشاهد هو اليمين. الوسيلة الثانية هي وسيلة المزكين أو المزكون، يعني يجيب حد يزكي عدالة هذا الشاهد وأنه فعلا رجل عادل أو عدل، وما يرويه هو إيه؟ هو الحق. فمن هنا أتت عملية إيه، أو أتت فكرة التحليف أو تحليف الشاهد. طيب من تفاصيل أحكام الشهادة أو من تفاصيل الشهادة في الفقه الإسلامي وفي النظام السعودي، إنه بيشترط توافر عدد معين من الشهود في حالات معينة. هذا العدد يكون 4 رجال في 4 رجال في حالة الزنا أو في حد الزنا، ويكون 3 رجال في دعاوى الفقر والإعصار، ويكون 2 رجل في العقوبات من الحدود والقصاص غير حد الزنا، ويكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن رجل وامرأتان في الأموال أو في الديون، وبيكون رجل ويمين المدعي في المال زي الدين والبيوع وما إلى ذلك. هذه هو أعداد الشهود في النظام السعودي وفي الفقه الإسلامي. هل يمكن الرجوع عن الشهادة أم لا يمكن؟ اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشاهد الرجوع عن شهادته. طيب إذا رجع عن الشهادة بتاعته وكان لدينا حد سيتم تنفيذه، عندئذ يوقف تنفيذ الحد أو يوقف تنفيذ القصاص متى كان الشاهد أو متى كان هذا الشاهد هو الشخص الوحيد الذي يدين، أو هو العدد الذي يدين المحكوم عليه في الحد أو في إيه أو في القصاص. هنا يمكن زي ما قلنا الرجوع عن الشهادة، ولكن يجب على القاضي أن يتأكد من سبب الرجوع وأن هذا الرجوع فعلا يعني لسبب صحيح، وممكن بالمناسبة يعاقب الشاهد إن عند رجوعه أو إذا ثبت بعد ذلك أن رجوعه كان لأنه أخذ مبلغ أو أخذ رشوة أو إلى آخره. كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالشهادة. تؤدي الشهادة كأصل عام شفاهة، كأصل عام، ويجوز أنه يقدمها الشخص مكتوبة إن كان لديه ظروف مثلا في مسألة النطق. يمكن مناقشة الشاهد وسؤاله سواء من القاضي أو من الخصوم للتأكد من صدق شهادته، والقاضي بقى يبدأ يزنق بالمعنى القانوني بقى للمسألة، يبدأ بقى يزنق الشاهد في التفاصيل ويسأله في تفاصيل معينة دقيقة جدا، ويرجع يعيد له السؤال بطريقة مختلفة ويقول له طيب الألوان، طيب المواعيد، طيب الأوقات، ليتأكد من صدق الشاهد، لأن هذه الشهادة تتعلق بها حدود لله عز وجل وحدود وحقوق أيضا للعباد، فيمكن مناقشة الشاهد في هذه الأحوال. هذه الشهادة كوسيلة من الوسائل. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع، أنا أرفقت لحضراتكم كده ملف PDF عبارة عن مقال كان في صحيفة اليوم لأحد الأساتذة بيتحدث فيه عن وسائل الإثبات أمام القضاء السعودي، اسمه الأستاذ عمر عامر الحدادي، وأشكره طبعا على هذا الطرح وهذا العرض الجيد لهذا الموضوع.
فأنا أخذت منه بعض الأفكار في هذا من هذا المقال، وموجود اللينك أو الرابط بتاع المقال كمستند لحضراتكم في هذا في رابط هذا المقطع إن شاء الله بإذن الله. فكده شفنا الإقرار والشهادة كوسيلتين من وسائل الإثبات، سنرى أيضا أو طريقتين من طرق الإثبات، سنكمل أيضا باقي الوسائل.